في التعليم الخاص المستثمر عند وقت اللي أسس مدرسة يطالب بيكون عنده عقلية عملية، يعني اللي براغماتيك، إنسان يحب على النتائج ويلقى النتائج، يعني حتى في تعامله مع الإطار التربوي تعامل مبني على النتائج. احنا من نلقاوش التعامل هذا، المؤسسة العمومية المعلم وكأنه يخدم على شهرية مقابلة، ما عنده حتى قلق، ما عنده حتى مضايقات، ما عنده حتى محاسبة، الإدارة ما عندهاش محاسبة، ما فماش شكون يحاسب شكون، ما فماش حرص وحرقة على النتائج وعلى ضرورة تحقيق نتائج معينة، عكس في القطاع الخاص اللي الهاجس نتاعو هو تحقيق نتائج مرموقة ونتائج جيدة. علاش ما عندناش الهاجس هذا في المؤسسة التربوية العمومية؟ إذا كان نجحوا تلامذة نجحوا، ما نجحوش مش مشكل. يعني ما نعطيك مثال بسيط، القلعة الكبيرة، يعني مش معقول معتمدية كما القلعة الكبيرة تنجح 4 برك يعني تلامذة للنموذج، هذا غير معقول. مثلا على سبيل المثال هناك معتمدية أخرى ما نجحت حتى حد، هذا مش معقول. يعني كيفاش وين ماشيين بالطريقة هذه؟ هو كما قلت لك صحيح، فما أولا ما نجمش نعمم على المدرس اللي معناها يعني كل حكم فيه تعميم عادة فيه شوية تعسف، أما صحيح ربما كما قلت لك ما في البداية راهو أداء المؤسسة التربوية والمدرسة الابتدائية بصفة خاصة يحتاج إلى عديد المراجعات، والمراجعات يلزم نشوفها من الجوانب الكل، كما قلنا العوامل المداخلة، نشوف شنو العوامل خاصة اللي فيها إخلالات كبيرة، والتوجه موجود عند سلطة الإشراف، احنا واعين حتى كإدارة مرحلة ابتدائية في المستوى جيد سوسة، واعين بأن عندنا مشكل في بعض التفاوت كي موجود بين الجهات، موجود داخل الجهة واحدة وبين المؤسسات، موجود تفاوت بين المعتمديات. احنا كما قلت انت عندنا معتمديات اللي ما نجحتش حتى تلميذ في المناظرة، يعني وثم اللي نجحت 1 بركة ولا 3 ولا 4، مش معقول. رغم معتمدية كما القلعة الكبرى اللي تنجم فيها كل الموارد المادية والبشرية والإمكانيات باش تكون في مصاف المؤسسات المتقدمة في النتائج، بحثنا وإحنا كنا كما قلت كمستوى إدارة مرحلة ابتدائية كنا واعين من قبل بالمسألة هذه، وصنع منا تجربة، منا تجربة متاع مناظرة بيضاء في مسألة بعض المعتمديات اللي ما عملتش نتائج عملون تقريب 5-6 معتمديات، ومعناها وكلفنا لجان من متفقدين ومن مساعدين بيداغوجيين ومن تعاونوا معنا السادة المديرين، وعملنا المناظرة أنجزناها، عنا النتائج متاعها، مش يبقى الاستثمار متاعها إن شاء الله في التكوين، مش يبقى استثمار النتائج هذه، و فما وعي جماعي تقريب بضرورة البحث عن الآليات والحلول. لكن الحقيقة سي مراد الجهود حتى إذا كان حكينا حكيت سيادتك على وزارة التربية، نحسوا اللي مازال كأنه هناك شيء من الارتجالية، يعني ما زلنا في المراحل التجريبية، يعني كل مرة نجرب حاجة، كل مرة تقديم مشروع إصلاح، كل مرة يعني ما زال التلميذ يخضع والمؤسسة التربوية والإطار التربوي يخضع ما زال إلى التجريب. يعني حقيقة أمر مخيف، يعني أمر محير، يعني إذا كان ما زلنا في طور التجريب وما عناش البحث العلمي، ما عناش تكريس العقلية العلمية، العقلية الموضوعية، العقلية الاستشرافية، هي كما قلت سيادتك هي يفترض وزارة سيادة، وزارة يعني إحنا مواردنا الأساسية بشرية، فماش مراهنة، تحس فماش مراهنة كبيرة برشا على التعليم. سي سفيان كان لاحظت في البداية قلت لك راهو إذا كان نحبوا نعملوا إصلاح تربوي دقيق اللي ما يقعدش ما نقعدوش كما قلت نجربوا في وليداتنا وما نقعدوش كل مرة نخرجوا بتجربة جديدة ولا ما نتيحوش في الارتجال والتسرع، يلزم التقييم في البداية قبل ما نبدأ أي إصلاح تربوي، يلزم التقييم في أي يمس كل العوامل كل عناصر المنظومة التربوية، والتقييم يكون علمي ودقيق، بالتالي باش كي ناخذوا قرارات ناخذوها قرارات أولا دقيقة، قرارات صائبة، وقرارات
ونختار منظومة تربوية نقول مستديمة ديرابل، معناها إذا كان صح القول، يعني على الأقل ما تشدنا 20-30 سنة، مش باش نقعد نجرب أنا في. وهذا مهم إن شاء الله، إن شاء الله مازال عنا الوقت شوية. مثالش راهو أسمع، احنا كما قلت لك راهو العلوم التربية والبيداغوجيا والتعلميات المواد وكلها تدخل في باب العلوم الإنسانية وتخضع للتجديد، وربما التجربة باحتياطات معينة وبمقاييس معينة، التجربة خير من لا تجربة، فهمت؟ لأنه يدل على حياة ويدل على أنه واعين بضرورة البحث عن حلول مهمة لأبنائنا، خاطر بالضرورة هذه كان زادة نشوفه في النتائج كما قلت، ونتائج عينية في بعض الحين ما تطلبش باش دراسة دقيقة من حاجة اللي تمس المدرسة التونسية، ونقعد ننظر كيكا لا يلزمنا نتحركوا، يلزمنا نعملوا نبحثوا. أما إن شاء الله، إن شاء الله أنا متفائل بحول الله بمخرجات الإصلاح التربوي القادم، والمهم كي نحطوا أسس سليمة للإصلاح التربوي، ويكون عنا نظرة استشرافية وعمل استراتيجي، والنظام التربوي ولا المؤسسة التربوية ووزارة التربية تتحرك في سياق عام، بلادنا كاملة معنية به. إن شاء الله احنا نعيش في تحولات كبيرة، إن شاء الله الاتجاه يكون صحيح والبوصلة تتعدل، وثقافة العمل خاصة، ثقافة العمل وثقافة العلم وتبجيل العلم، لأنه احنا كان لاحظوا مازلنا ما نعطيوش اهميه كبيره لدقه المفاهيم، نستعملوا مفاهيم اتوري ترافير، لا وهذايا راهو معناها عنده تداعيات، دقه الاستراتيجيات، الاهداف كلها، التمشيات تكون واضحه، هذوما الكل راهو حاجات عناصر مهمه، وما فعلا ما تنجم تتعدى المسائل هذه كان ما نهتموا بالبحث العلمي، نشجعوا على البحث العلمي، والبلاد ما تطور كان بالبحث العلمي. المجالس البيداغوجية عادة لا تفعل، وهي مجالس، خلينا نكونوا صراحة سي مراد، اللي يكونوا مجالس عادة شكلية، ونعرف كيف تنجز القوائم، ونعرف كيف تجتمع المجالس، يعني تقريبا اجتماعها اجتماع شكلي، ولا تخدم بالضرورة، يعني ولا تخدم دائما أقول التلميذ، يعني ولا ليست في صالح التلميذ. هو الأمر والنص المحدد لتركيبة المجلس وتكوين المجلس هذا تقريبا 2005، الأمر المنظم للحياة المدرسية، عنده مدة، عنده سنوات صحيح، ما دخلش في ثقافة الممارسة لدى المربين، واقع من كروشي، لكن في السنوات الأخيرة تقريبا وقع تبنيه من جميع الأطراف، كان فما حتى مجلس المؤسسة اللي كان فيه اعتراض من طرف النقابي مؤخرا تقريبا، وقع تبني متاع الموضوع هذا، وانخرطت العديد المدارس بالنسبة لنا وقت نراسلوا المدارس الابتدائية باش يمدونا بتركيبة المجلس، ومحضر جلسة في انعقاد المجلس البيداغوجي والمجلس المؤسسة، يمدونا تقريبا كل المؤسسات مدتنا بتركيبة المجلس البيداغوجي والمجلس المؤسسة. بقى بالنسبة للممارسة هذا يرتبط بمدى وعي المربي بأهمية المجلس هذا، لأنه هذوم المؤسسات ديمقراطية تعتبر مكسب للمدرسة الابتدائية، وإحنا ما نتخلوش عليها، مهمة كيما مهمة للمربي كيما مهمة للمدير المدرسة. المدير المدرسة يراو معناها يخفف عليه عديد المشاق إذا كان يكون مجلس بيداغوجي ولا مجلس مؤسسة فاعل، وهذا إن شاء الله يدخل في ثقافتنا وتدخل وتتطور الممارسة بشوية بشوية، وإحنا قاعدين نتابعه ونأكدوا عليه في كل اجتماعاتنا بالمديرين، على وخاصة في بداية السنة الدراسية، على ضرورة تفعيل دور كل من المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة، لأنه أهميتهم كبيرة وترسي ثقافة كما قلنا الديمقراطية التشاركية، وتحدد الصعوبات وتعمل هي بيدها، عندها الاستقلالية في اتخاذ، هامش كبير من الاستقلالية في اتخاذ القرارات في إطار بتبيع ضوابط تضبطها المذكرات والمناشير. هل هناك نية لتركيز مثلا خلايا إنصات للأولياء، خلايا إنصات للتلميذ في حد ذاته، على غرار ما يحصل في المدارس الأعدادية والمدارس الثانوية؟ يعني
علاش المؤسسة الابتدائية ما توليش اهتمام للاستماع إلى التلميذ مباشرة، يعني بقطع النظر عن الإدارة. بارك الله فيك سفيان، سؤال جيد صراحة، لأنه أنا نؤمن بضرورة توفر مثل هذا الهيكل معناها. وفما هناك معناها ثم يعني فما خلايا ما نسميها بخلايا المرافقة، اللي هي صراحة حاولنا باش نركزوها بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والإدارة الجهوية للصحة، يعني يكونوا فيها خلايا المرافقة هذوما مع الأخصائي النفساني اللي موجود بالمندوبية. وقامت عديد الاجتماعات وأسسنا تقريب خلايا المرافقة، نشطت مش ما نشطتش، لكن ما زالت ما هيش بالنجاعة المطلوبة صحيح، وإحنا واعين بهذايا، وإن شاء الله يعني هي مشكلة متاع موارد ومشكلة متاع تنسيق أكثر. أنا نكونوا صريحين، نحبوا حديث الصراحة، ثم مشكل أكثر متاع تنسيق بين المختلف المندوبيات. إن شاء الله نعملوا على تذليل هذه الصعوبات، فيه مناشير، فيه من مذكرات واضحة تحدد التركيبة. وكما قلنا صار نشاط في عديد المؤسسات، خاصة بعض المؤسسات اللي فيها صعوبات كما خير الدين في سيدي عبد الحميد، كما حي السعادة في حي الزهور، معناها ثم بعض الأنشطة. احنا قلنا إن شاء الله نعمل في المستقبل على مزيد تفعيل، وذي دي ما نقوله حتى في مجلس الإدارة لهنا، أرانا حريصين باش تتفعل خلايا المرافقة وخلايا المتابعة اللي هي تاخذ شكل خلايا الإصغاء، وخاصة للأطفال ذوي الصعوبات اللي عندهم صعوبات مختلفة. أعزائي المشاهدين، هكذا ينتهي هذا اللقاء. حقيقة كان سيد مراد صريح في إجابته. تبقى الوضع، المدرسة العمومية يطرح نقاط الاستفهام، ويبدو أن الإصلاح ضروري وعاجل، وما على وزارة الإشراف إلا التدخل السريع. إلى اللقاء.